اليوم مع الممثل والفنان عبد المهيمن الرابطي. اللي ما شافوش الحلقة في بدايتها تلقوها على قناتنا في اليوتيوب أو صفحتنا في فيسبوك. ونحب نشكر مجوهرات بوحجر، هذا الكلام الرسمي عندنا والمعتمد، هذا لازم نقوله ضروري وتقولي كل بارتمنت. اوكي، تو حنلعبك لعبة، أو هي مش لعبة بعيدة عن لعبة، حنقول لك بعض من الأشياء إنه بتكون إجابتك بنعم أو لا، وطبعا عندك البورد هما قدامك. اوكي تمام، ولو صح الموضوع صح تحب تقدر تقول لي علاش صح وما إلى ذلك. علل يعني. علل، أيوه علل. واو. أوكي، مهيمن الرابطي تعرض للتنمر والظلم في مسيرته الفنية من زملائه في المجال، صح أو لا؟ كيف؟ أو لا؟ يعني صح، مين اللي تنمر عليه وكيف كان طريقة التنمر؟ طريقة التنمر بأن في شخص، في أشخاص مثلا نور تمام، أنا مخرج أو أنا فنان أو أي شيء، ضبحوا عليك أنت في عمل، أنا ما نعرفش أدائك، ما نعرفش تقدري تعطي، ما نعرفش القوة اللي عندك اللي قاعدة ما وريتيهاش، نقول هو غير جيد أو نقول كلام وهو ما يعرفش، ما يعرفش. مازال ما شاف شغلك. أيوة مازال ما شاف الشيء. مع مين صار لك الموقف هذا؟ مع من صار؟ I can't. بتقدرش تقول؟ أبداً. أبداً. مستحيل. مخرج، فنان، مين؟ فنان. ممثل يعني. ممثل من الجيل القديم أو من الجيل الجديد؟ يعتبر في النص. ممثل معك في بارانويا؟ لا. ممثلش معك في بارانويا. أوكي. زنقة الريح؟ ممثل في زنقة الريح؟ لا. ممثل في دراجنوف؟ على فكرة مش حجاوبك على. أوكي. مهيمن الرابطي مداير شغل مع مؤيد جدير، صح أو لا؟ شنو الشغل؟ دايرين حاجة جديدة حلوة جدا 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 جدا، طبعا اسمها عصابة اكس ال. عصابة اكس ال. عصابة اكس ال تتكلم على مجموعة نصابين ومجموعة اغبياء، نصابين خذوا الاغبياء بدو يشتغلوا بهم في النصب في الحاجات هاي، وفكاهي جميل جدا، موقف، وان شاء الله باذن الله كان سخر ربي تمينا تصوير ان شاء الله حنعرض رمضان هو ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقكم يا رب. انت مؤيد، مؤيد ما شاء الله موهوب جدا شاطر جدا. مهيمن الرابطي شخصية تعاني هلبة من الوحدة، صح أو لا؟ أبداً. أنا كمان أنا إنسان ممكن عادي نسألك. عادي نسألك شو الفوبيا متاعك؟ نفسي. نفسك؟ ريلي؟ تخافي من نفسك هلبة؟ حلو. لأني إنسانة ما عنديش حدود، وإنسانة أوفر طموحة يعني. هل الطموح يخوف؟ أنا إنسان الفوبيا متاعي الوحدة، نكره. تخاف منها يعني؟ شوفي، ممكن أكبر فوبيا تصير في حياتي إني ننوض مثلاً نقعد بروحي. ما عنديش صحاب، ما عنديش أهل، ما عنديش أشخاص نعرفهم، ما عنديش كذا. افترضنا إنك أنت مثلاً رقدت ونوض لقيت روحك بروحك، شن حدير؟ حنولوا الكاس بتاع العصبية. هتتعصب؟ حنتعصب وحنتهور وحندير حاجات ما تحب يكون شو. لازم ناس جنبك ديما وحواليك ويكون عندك أصدقاء. نحب لكن الأصدقاء الحقيقيين، الناس الحقيقيين مش الكفر. هل أنت لاقي الناس الحقيقية في حياتك؟ في الحمد لله محظوظ. الحمد لله. لا الحمد لله. الحمد لله. مهيمن الرابطي فنان عنده طقوس معينة يدير فيها قبل كل بروفا أو مسرحية، صح أو لا؟ صح. شنو ما ترادي لهم إنه طقوس؟ هو ما فيش طقوس، هي حاجات يعني تعلمناها إحنا في المسرح. تمام. أول شيء عندي نديره فيه موضوع الاسترخاء، يعني هي في طريقة إنك أنت تشبحي فوق تتنفسي، وكل ما الزفير تبدي تسكي هيك تنزلي لقطة، بعدين كذلك ترجع بنفس اللقطة بالشهيق ترجع الخلف. حاجة تانية ميوزك، موسيقى. موسيقى ضروري ضروري، موسيقى وضروري اللي بورفوا معي كلهم ينضوا يركسوا. لو نحطوا لك توا موسيقى أغنية ترقص؟ نو. علاش؟ ممكن في مكاني. في مكاني عادي. هيا لا حط موسيقى. هي حيرقص نعرفه، مش حيقدر يقاوم. Allons danse. Yalla. Yalla. Let's out. Eh, eh.
قبل كل هذه من الحالات اللي تدير فيها قبل كل بروفا او مسرحيه او مشهد او اي شيء. أيوة. ترقص شوفي هي ايوه نتنفس ونرقص. شوفي هو التسخين احنا نعتمدوا فيه بطريقه الرياضه في المسرح وكذا، ضروري ما نطريدوا نتحركوا وكذا نديروا في كذا، لكن علاش الرياضه مرات تحسها ممله تقعد يتهرولي او تقعد تدير في لقطه زي هي، لكن مرات الرقص ميوزك كذا طبعا تجبد الطاقه السلبيه كلها. وانت هذه الحاجه ماشيه معك صح؟ بيرفكت ان شاء الله ربي يبعد عنك الطاقه السلبيه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ما تشوف الاشاره هي. مهيمن الرابطي متابع هلبة الفن الراب الليبي ويبي يكون رابر صح او لا؟ صح. شوف مهيمن طريقه شوفي. لبسك وطريقه رقصك وطريقه هيك واضح انك انت وتاريخك واضح انك انت تحب الراب. نحب الراب متابع ليها هلبة متابع الراب هلبة ولما صحيح. ولما انت تلبس زيهم وتتصرف زيهم حتى رقصاتك زيهم معناها انت خاطرك تخش على الراب. بنقول ارفع رايي الخضراء لو سمحت. لا ارفع رايي الخضراء. لا لا شوف نرفعهم الزوز باه هذه على خاطر اني انا نحب الراب ونسمع لها هلبة باه. ما اقدر ارفع الخضراء لو نقول شو كنت قبل ما تكون ممثل. ايوه الخضراء الخضراء اني انا نحب الراب هلبة وتحب تكون رابر. لا لا ماشي لا نقول هل شو كنت قبل ما تكون ممثل ولا نرفع الرايه الخضراء منه؟ لا نقول لك لا نقول لك استعوذ بالشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه اني انا نحب الراب ونسمع له هلبة وما عنديش روح ما هذه اني انا نولي غني لي اغنيه راب. هاي هذه اني انا نولي رابر باش اغني لي اغنيه راب ليبيه وتحب تسمعها وحافظها وهيك وتحبها. هيا والله ما غني اغنيه راب ما تعطيني اغنيه تحبها. والله ما عندي كنت رابر قبل وماكش حافظ توا. شو كنت ميجيش. رابر قبل حاولت قبل. يس حاولت طبعا. شوفي حاولت قبل لكن غني هاي حاجه كنت نحتفظ بي لنفسي الحق. انا بكش اليوم تحتفظ بنفسك نبي الناس تعرف ان انت موهوب في الراب. عطول مايك سمعني حاجه راب وعلى فكره نفرح اكثر لو تكون حاجه من كتاباتك انت. خذ مايك على فكرة تحط فيه في مواقف انت راوي. هيا ها هي يا بلدي راني قاعد نعاني في وقتك توا ولا تبراني يا بلدي شوفي حالي وظروفي تزيد تعب الرخ وانا اللي زيد خوفي بلدي يا خساره كنتي حضاره جوك عباد ولعوا شراره كنتي مرتاحه في احلى راحه يطلع قانون لي ساحة وقتك يا بلادي الدوخة عادي يقربوك انتي ونتقرب عادي وقتك يا بلادي راكي محرورة تي تقتل خوك عادي ودي للصورة يا بلادي حدد والجو يفدد والكل يردد ليبيا يتهدد يا ليبيا جدد الناس تتعدد الوقت يرقد الشيوخ تتشدد. لا لا هو هذا سي ميجو ومعتصم وايت بوي من تختار؟ زوز. لا اختار واحد. علاش تفضل لازم علاش هيك اكيد في يعني تفضل واحد على الثاني ممكن تحبهم الزوز بس من اقرب لك وتحب تسمع له اكثر؟ والله تبي الحق زوز نسمع له اكثر 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 ممكن ميجو نسمع له اكثر. تسمع لميجو اوكي اعطيني حاجه لميجو. والله ما حافظ. حافظ والله ما حافظ. حافظ حلفت وقلت والله يعني ما حافظ. احنا ما جبناش معلومه غلط فعليا كنت رابر قبل كنت غني في راب بس ما انتجتش البومات وما كملتش فيه الموضوع. ما كملتش الموضوع. شوفي شو السبب؟ شوفي السبب انت انا السبب. لا لا حلوه يا انت تفضل انك انت تكوني مذيعه او رابر. انا اي شيء نفلح فيه نديره عادي ما عنديش اي مشكله. نقطه هنا تفلحي فيه. انت تفلحش فيه؟ ضيف ضيف الراب انسان هاوي نحب نسمع مؤدي فقط. مو على فكره مرات الحاجه لما تحبها هل بتبدع فيها؟ شوفي في مرات تحبي حاجه لكن ما تقدريش تبدعي فيها. وعلى فكره كل الرابرز في العالم بدون مؤديين بعدين بدو يتعمقوا اكثر بعدين بدو يتعلموا اكثر بعدين بدو يفهموا اكثر بعدين يعني مش بالضروري لازم تكون من الاول انا خلاص شاطر ومبدع. لا عادي تقدر تبدا بشيء بشويه. ميبي ميبي يعني انت مثلا لو جينا افترضنا شفنا اول اغنيه لام سي ميجو وشفنا اغاني توا حتلقى في اختلاف. اكيد في اختلاف وفي زياده نسبه مشاهده في هلبة اشياء حلوه. ما دامك انت حابب الفكره وهاويها تقدر تحترف فيها. شوفي مع احترامي وانا نشجعك انك تحترف فيها على فكره. مع احترامي لمغنيين الراب كلهم تمام
الراب عندنا في بلادنا توستي انت هيك صعب شويه، يعني مغني راب يعتبروا فيه مثلا ان هو مثلا جراف شويه. جراف يعني بمعنى يعني جو رديف. ايوه جو هو يعني. وممكن انت تغير الفكره هذه، تغير الفكره تخش بطريقه راب حلوه. نغير الفكره لو اني انا نقدر ندير كلام يعني حلو. يعني انت رايك في الراب الليبي انه هو رديف؟ لا مش رايي في الراب الليبي. الناس تقول، الناس شن تقول؟ يهموك هلبع، المهم الناس الى حد ما يعني ماشي بكلام الناس. الناس هي تقيمك والناس هي تقيمك. هل تعرف ان غايه ارضاء الناس غايه لا؟ اه، وفي نفس الوقت الناس هي اللي ترفعك وهي اللي تنزلك. طبعا اكيد لو الناس ما حبتكش حتنزلك. ايوه، وفي حلوه مرات في هلبة ناس مشهورين وفي هلبة ناس معروفين، يعني لما تخشي لصفحاتهم وتخشي في كذا ممكن انا تو على السوشيال ميديا ضعيف جدا نعتبر باهي. لما تجي تشوفي تلقيه مثلا عنده ناس وعنده فولورز عنده كل شيء، لكن في نفس الوقت اللي يخشوا لا يسبوا فيه. انا اعطيني اربعه يمدحوني ويقعدوا في صفحتي، ولا تعطيني مليون نصهم يسبوني. شو قصه الخاتم؟ كلكم مركزين عليه. شن قصته؟ هذا ملفت للنظر جدا. خاتم الحظ. خاتم الحظ تاع عبد المهيمن. خاتم الحظ بالحق مجربه الحد. يعني شريته انت ولا جاك هديه؟ شريته انا. انت شريته؟ طبعا كان لي شخصيه بارانويا. تمام، باش اني نمثل به دور بارانويا اخترت انا، ومن هذيك بدت علاقتي مع الخاتم. هو لاحظيني توا لو بكري تلاقينا انا وياك قبل الحلقه ما كنتش لابسه، كنت لابس واحد ثاني. او انت لبست انا مرضت شو تحكي؟ بعد كنت قبل الحلقه كنت لابس علي مرضت مش قادر حتى نتكلم. اوكي، مهيمن الرابطي تم استبعاده من بعض الاعمال الفنيه صح او لا؟ ممكن بدون علم. أكيد يعني. مهيمن الرابطي صارت له حادثة وقت تصوير مسلسل بارانويا صح أو لا؟ شو صار لي؟ حادث. حادث يعني كيف؟ أكسيدون؟ يعني عادي ممكن يكون حادث مضحك، ممكن يكون موقع، يعني حادث. إيه. صار لي حادث بالحق. شوف عجبتكم انتم شوية تتنت. صار لي شوفي الأيام كلها اللي قعدنا نصوره فيها ممكن جاني يومين بريك. أو ثلاثة. بس في التصوير كله. قديش من التصوير كانت؟ كانت شهرين وحاجة ممكن. شهرين يومين أو فقط. شهرين. شهرين مسكر. حاجة زي هي. في يوم من اليامات اللي جاني أنا أوف كلهم يخدموا. شوفي أنت الموضوع وين. كلهم يخدموا أنا أوف. طبعاً أنا عندي أزمة. أزمتك. مرضت هذاك اليوم. إن شاء الله ربي يشفيك يا رب. إن شاء الله. مرضت والموقف اللي صار لي أنا ما عادش قدرت نتصرف. قاعد بروحي في الشقة. الكادر كله في التصوير. استنى شوي، الأزمة معدية هي ولا لا؟ لا مش معدية الأزمة، مش معدية. طبعا نشكر أصدقائي اللي طلعوا من التصوير، طبعا مش هنذكر أسامي، اللي طلعوا من التصوير وجوني للشقة ورفعوني للمستشفى. إن شاء الله ربي طبعا نشكرهم، وإن شاء الله أنت يعني تكون ديما بصحتك ونشوفوك ديما بصحتك. إن شاء الله أجمعين، إن شاء الله الناس كلها وديما طاقة إيجابية وديما حاجات حلوة إن شاء الله. اوكي. مهيمن انت جيتني انا مرضت، صوتي تغير يا ماتي سود. طيب مهيمن توا حنلعبك لعبه مره ثانيه بحكم انت جريء وتتكلم هيك. حنعرض عليك صور مشاهير، اوكي؟ وتقول لي في كل مشهور شن تاخذ منه وشن تعطيه. اوكي. يلا. حتى الحماس بتاعي بدا بشوي بشوي يضرب شوي عليا. يلا خلينا نبدو. معاد الورفلي شن تعطيه وشن تاخذ منه؟ كيف شن ناخذ منه وشن نعطيه؟ صفه تاخذها منه وصفه فيك انت تحب تعطيها له. شن ناخذ منه؟ والله لو بناخذ منه بناخذ منه الشعر اللي يقول فيه حلو. الشعر انت تعرفه اول ما اقوله شخصيا تعرفه. اوكي تاخذ منه الكلمات او الشعر اللي يقول فيه. شن تعطيه؟ شن نعطيه؟ نعطيه الراب شويه. نعطيه الراب. بحكم ان انا مش مستغله نبدله، اعطيني الشعر خذ الراب. مرات انا من الشعر نصنع بعدين شيء فعليا. تعطيه هيك ما تعطيش حاجه ثانيه.
ونعطيه كل الخير. لا 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 خليك انت محسوبك. ونعطيه الخير وطاقه ايجابيه مش طاقه ايجابيه صفه فيك صفه فيك مثلا نعطيه قوه صبري نعطيه اني انسان مثابر اني انسان مجتهد. شو تعطيه؟ خلاص ناخذ منا الشعر ونعطيه نعطيني انا ما نقولش لا. اوكي واو قنوع يعني. اه حلو نحب الشخص القنوع. اوكي اللي بعده نيكست مؤيد جدير. شن تعطي شن تاخذ منه؟ حبيبي هو هذا الشخص يعز علي هلبا حتى انا على فكره والله من احلى الاصدقاء عندي. شن ناخذ منه وشن نعطيه؟ شن ناخذ منك يا مؤيد زعما ترى؟ شن ناخذ منه؟ شن ناخذ ناخذ منه الكسل متاعه. كسول كسول جدا. انت مش كسول نشيط هلبا. انا نشط حق لما نعطيك كلمه في حاجه او نقول لك اني انا خلاص بنديرها يعني بنطلع حتى لو نبدا تعب او نبدا كذا. بس انت فايق ان انت بتاخذ منها حاجه سلبيه. اه صفه سلبيه فيه تبي تقول لي كسول. نولي كسول باش هو يولي نشط. لا لا شكله شن تعطي صفه فيك؟ صفه فيا حداقه. حداقه؟ طيب حادق انت ذكي. طيب هلبه هو هو مش حادق. هو شوفي ما هوش هو طيب هلب طيب على نياته يعني. مش على نياته مش على نياته يعرف كيف يتصرف. ولكن عرفتيهم احنا ممكن تصير لنا مشكله او الانسان من بكر كنا هدزوا فيه الموضوع اللي الدنيا دارت به هلبة لما تصير له مشكله وتصير له موضوع يدرسه قبل ما يديره يعرف كيف يتصرف امتى يجي امتى كذا. ايوه اوكي يحتاج انه هو ايوه دراسه خطواته معناها تاخذ منه الكسر وتعطيه لحداقه. نعطيه لحداقه. اللي بعده نيكست مهند كلاش. مهند شو تاخذ منه شو تعطيه؟ شو ناخذ منه وش نعطيه؟ على فكره مهند قريب هلبا شخصيتي. والله يعني في هلبا حاجاتك متقاربين في هذا ممكن حتى هو كالرابر. لا 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 مش ضروري موضوع الرابط الرابر او كذا بحكي لك في الشخصيات. اعطيني حاجه مش متشابهين فيها تحب تعطيها له وتاخذ منه. شو بنقول شو بنقول شو بنقول شو بناخذ منه شو بناخذ منه؟ الصبر متاعه. الصبر؟ ايه. وشو تعطيه؟ اعطيه التسرع متاعي. قاعد توزع وصفاتك السلبيه على الناس على الشعب. اللي بعده مالك بسراويل. مالك شو تعطيه وشو تاخذ منه؟ شو ناخذ منه وشو نعطيه؟ يعني نقدر ناخذ منه اي حاجه. تعرفي انا مبكر عندك علم اني نجاوب وما نعرفش الاساسيات شنو هي كيف ناخذ الشيء من الصفه مثل اقول مثلا ما مثلا ناخذ من مالك خف الدم ونعطيه مثلا تقول دمي مثلا 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 خلاص 100% زي ما قالت بالضبط. لا لا انت دمك مش ثقيل على فكره شخصيه جدا خفيفه على فكره انا شخص من في الكاميرا كوميديا صعب حتسترزنيني هلبا خفيف انت مش شخصيه ثقيله في الحياه الطبيعيه جميل جدا يعني في التمثيل كتير. في التمثيل دمك لا ما تنفعش تكون كوميدي ابدا. ما اللي عامل اللي انت مؤيد شني درامي الشخصيه فيهاش الشخصيه اللي عندي انا ما فيهاش كوميديا. ما هو الاساس العمل هو شنو؟ اساس العمل كوميدي. لكن الشخصيه اللي عندي ما هيش كوميدية. مش كوميديه شخصيه هيك زي ما نقولوا النصاب الكبير. ما تحاولش انك انت وتصير تبيش تكون ممثل كوميدي في مسرح عادي مسرح جربت علاش تلفزيون لا؟ شو الفرق يعني عادي لو تقدر وانس ان انت تقدر تقدم شخصيه كوميديه على المسرح في التلفزيون حاجه سهله جدا جدا تولي. مش عارف ملامحي ما تساعدش نور ملامحي حاده جدا. هل تعلم ان من اقوى الكوميديين في العالم تلقى ملامحهم حاده جدا؟ جديده تلقى ملامحه حاده جدا بس هو كوميدي اضحك بس. ولا حنجرب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يلا معناها مالك بس تاخذ خف الدم وتعطيه تقل دمي. مش تعطي تقل دمك اعطيه حاجه ثانيه. باي شو نعطيه؟ خلني ولد كويس هالبل. بقول لي حاجه نعطيها له هو لطافتك. باه لطافه تمام حلو جدا. يلا اللي بعده فؤاد الجريتلي. شو تاخذ منه وشو تعطيه؟ ناخذ منه نظاراته ونعطي عيوني. حبيبي والله علاش؟ ما نعرفش طبعا انا انسان نحب ستايل ونحب جو هو وكل شيء. حسيتها يطلع بالنظارات هلبا ولا
حلو العيون يتكلموا مرات، فهمتي كيف؟ لهذا عادي لو مرة مرة شرف فؤاد عيونه ويتكلموا. حبيبي طبعا بحبها هلبة والله. كملت فقرة شن تاخذ وشن تعطي. جميل جدا. ما زلت صورة استنى نلم. مريضة مريضة اليوم. عبد السلام الهواري. عبد السلام الهواري شو ناخذ منه؟ ناخذ منه السبسي اللي في يده. أنا شو بدي أنت؟ جديات صفة تاخذها منه وصفة تعطيها لا. ناخذ منه لهجته الشرقوية. بهي ونعطيه نعطيه لهجة طرابلسية. من قال لكم تكلمش طرابلسي؟ واش هو يتكلم طرابلسي لكن شوفي حاجة ثانية منك. أنا ما هو شوفي الموضوع هنا شغل في راسي، أنا شو نبي ناخذ؟ فهمتي كيف؟ أنا نبي نتعلم اللهجة الشرقوية. وش تحب تعطيه منك أنت؟ شنو زعما باهي ترا 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 قوة الإيمان. قوة إيمانك في شنو مؤمن؟ شنو أكثر شيء عندك في قوة إيمان؟ مؤمن بالصبر، مؤمن بالقوة، مؤمن بلا المستحيل. أنت عادي كي قاعد تديني معك لقاء وأنا بدا وتاخذ وتعطي معاي وتسترسل. ولا من بكري حسيت ما خفتش ما خنستش والله شي. خفت لكن تعرفي أول ما تو ما بنطلع معاك. معقول يا ربي نعطش يكمل عادي والله عندي قوة إيمان. لا أنت فعليا عندي قوة إيمان كبيرة. أنا قاعد معي وأنا مريضة. والله يا ربك اللي بيحفظ ربك الحافظ. شو بندير؟ ما كده من بكري وواحدة تو تعرف الوجه قوية جدا. شفت فجأة سوري. خلينا نولي طيب انا صحصح شوية هيك. صحصح. كملنا طبعا فقرة شن تاخذ وشن تعطي. جري مش جري هالباب بس يلا مشيت امورك، حاولت تسلك روحك من الموضوع. حاولت تسلك روحي ايوه طلعت منه. توا حنخش ديرنا جنجل ترى حاجة. عبد المهيمن في حاجة سمعتها وما صدقتهاش، انك انت ما عندكش حساب في الانستغرام. ايه. علاش؟ مش ما عنديش حساب. اخترقوا حساباتي بعد ما عادش فتحت بوكو. علاش ما عادش فتحت؟ هل تعلم انت توا يعني جميع الفنانين او خلاص بدت السوشيال ميديا هي مكان الفنان، وفي حتى فنانين استرزقوا منها السوشيال ميديا. صحيح. فعلاش مش قاعد تساهم في الموضوع تفتح حساب وتكون نشيط واكتف؟ والله نتمنى. على فكره كان عندي حساب باهي لكن ما كنتش فيه نشط. شبحتي ممكن حتى ستوري متاعي الا لو حد دار لي تاج وكذا ندير لها شير. اما اني نابش ننزل او طالع او كذا او ندير في عمل او نصور او حاجه زي مش سبحان الله. يا اما نسوى يا اما ما عنديش على حاجه زي ما نعرفش يعني فاشل. ما يستهويكش السوشيال ميديا؟ يستهويكش؟ لا يستهويني لكن انا فاشل. هل تعلم انه في مشاهير قاعدين ياخذوا مبالغ ماديه يعني شهريه يطلعوا فلوس منها دعايات وكذا؟ حاجه هي ما دارتلكش حافز؟ والله هي دارت حافز لكن قاعد صارت لي زي عفتها بتاع عندك حاجه وانا مش بكري نقول لك نغير على حاجتي خذوا مني حاجتي خلاص. بعدين حسيت روحي اني هيك باخل عليها. شو قصت ان حسابك فيسبوك القديم والجديد تهكر؟ شوفي في يوم نقول لك شو صار. قعمز لبير علي خشوا في الماسنجر ثلاثه اكونتات ورا بعضهم بعتوا رابط 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 نفس الروابط كلهم. طبعا فضول ضروري خشيت فتحت الرابط الاول الرابط الثاني الرابط الثالث قال لك تسكر كلها مع بعض ومربوط الانستا بالفيسبوك ومشوا الزاز مع بعض تسكروا على ربي. هل عندك علم او فكره من اللي هكر لك حسابك؟ لا ابدا ابدا مستحيل. بس المعلومه اللي عندي انه فنان هكر لك حسابك. انت تعرف احنا نعرف انت بتعرفهاش. لا جميل ولا دي روحك ما تعرفش. لا والله ما نعرف هي اعطيني معلومه. وانت ما عادش تفتح اي رابط يجيك خيك جاك واحد اثنين تفتحهم فتحتهم كلهم. هو شوفي ابى نعطيك حاجه انا نعطيك حاجه انت تو لو جوك خمسه اكونتات بنفس الرابط بعتهم لك خمسه ورا بعض شو بتقولي؟ هذه تقولي ان راهو هذا هكر؟ لا مستحيل. بتقول حاجه ثانيه؟ مستحيل مستحيل. هو مش مستحيل هو الهكر هيك حيخش لك من اكثر حسابي نبعث لك هو موضوعها تفتح الرابط لما ينزل عليك حد حاجه او اي حد بالصفحات ينزل عليك حاجه. شوف ما كانش في اي شيء. فتحته خمسة مرات مش خمسة مرات الثالثة تسكر ثلاثة مرات. شو اللي خليك تفتح نفس الرابط ثلاثة مرات ونفس اكونت؟ قلت لك فضول. الفضول انت تو لما طبعا طبيعي جدا لما تنزل عليك اي صفحة وينزل عليك اي شخص او كذا كلام يديروا لك في رابط طول يبعثوا لك فيه ولا ما افتحش في رابط انا
ابدا. كيف تعرف معلومات وماذا؟ مش هيك نبي نعرف اصلا، ابدا مش موضوعي ابدا اني نعرف فعليا. بس انت لما يجيك حساب اكثر من حساب بنفس الرابط هذا هكر ومعروف على فكره. لا قلت مرات حد منزل حاجه او حد كذا حاجه زهياء يعني من صفحاته وكل شيء، لولا باش ينفتح قلت النت الثانيه باش ينفتح، قلت مرات من النت الثالثه قال لك تسكر مرات. شفنا على صفحتك منشور كاتب على برنامج احمد كعيب شيف. ايه الشيف. شنو دورك في البرنامج هو؟ دوري فيه طبعا عندي فيه فوكس بوب، فقره اسمها فوكس بوب متاع شن جوك، وعندي فيه فقره كذلك اسمها الاتيكيت. طبعا حلو اسلوبها، حلو المنطق بتاعها، جميل جدا، وتعلمت منها هلبة الفقره هي. ناكل بالطريقه الطبيعيه اللي يعرفها الناس، وبعدين عندي معي خبيره في الاتيكيت والبروتوكول توريني كيف ناكل في الطريقه الصحيحه. والموضوع حلو جدا، نعتبر فيه انه هو ضاف لي، ومشكور كادر العمل كلهم اللي نخدم معهم، وربي يحفظكم ان شاء الله ويحقق نجاح البرنامج ان شاء الله يا رب. اوكي قبل ما نختم حلقه اليوم بك دير لي مشهد تمثيلي، وعاد جدا يكون من مسلسل درتا او اي شيء. مشهد تمثيلي عاش تحط فيه هيك في، وانت شاطر في التراجيدي. تراجيديا اوكي لحد ما لكن خليها بالكلام حلوه. طيب يلا تمام. حاعطيك حاجه، هو حوار تحفيزي تمام، وفي نفس الوقت في حاجه يعني نستفيدوا منها، كنا يستفيدوا منها المشاهدين. في مثل افريقي يقول اذا لم يكن لديك عدو داخلي لا يمكن للعدو الخارجي ابدا ان يؤذيك. لما ترفض السماح لاي شكوك في عقلك انت راي الناس مش حيقدر ياثر عليك او انه هو يوصل فيك. لما تبني وتصنع عقل قوي فيش حد حياثر عليك بحكمه او ياثر عليك بشخصيته. لما انت تؤمن بنفسك ما تحتاج اي شخص ثاني انه هو يؤمن بك، لانك انت تختار وين تبي تكون. ما تخليش الناس هي اللي تاخذ لك قرارك او تاخذ لك مصيرك في الدنيا. هي حتواجه هلبة اعداء وهلبة انمي، حتواجه العدو الخارجي، الناس اللي ما تحبكش، الناس اللي تحبطك، الناس اللي ما تودلكش الخير، الناس اللي ما تبيكش تطلع. كذلك حتضطر لمواجهة العدو الحميم اللي هي أقرب الناس ليك بتحبك، لكن فكرة المساعدة إن هم يفكروك بكل حاجة ما تبيش تديرها وما تحاولش تديرها وما تقدرش تديرها. كذلك حتضطر لمواجهة أقوى عدو وهو العدو الداخلي. حتضطر لمواجهة شيء كالجيش في عقلك، جيش من الخوف، جيش من الفشل، جيش من نقص الإيمان، أصوات داخل راسك تقول أنا ما نقدرش نديرها، أنا مستحيل حنقدر نوصل، أنا مستحيل حندير حاجة في حياتي، الناس ما تحبنيش، ما فيش حد يود لي الخير، أنا مستحيل نقدر ندير أي شيء في حياتي. نقدر نشبهه هذا العدو بإرهابي ينهش في لحمنا وإحنا مش قادرين نديروا له شيء أو نصنعوا له شيء، لأنه هو أقوى منا كنا. سهل جدا الموضوع، نقدر إني أنا نبني أهداف لنفسي وندير حاجات حلوة لنفسي، مش مجرد أهداف بسيطة، وإنما أهداف لما نوقف نكون فخور بها ومجبور إني نديرها. مش ضروري اني نمشي نقعمز في قهوه، نقدر نمشي نحقق حلمي، ناخذ من الوقت اللي عندي الزايد ننقص منه ونحاول نصنع به شيء. انت الشخص تختار وين تبي تكون، يا اما في السماء او لوط، الموضوع عندك انت مش عند اي شخص. شكرا. شطور شطور ما شاء الله عليك، حتى عيوني دمعوا. تبكي
لا لا ما بكاش كنت نضحك. نضطر أنا نختم حلقة اليوم. شكرا لك أي عبد المهيمن على وجودك معي اليوم في حلقتي. شكرا للفرقة الموسيقية. شكرا لمشاهدينا. شكرا لمجوهرات بوحجر. نور الشباين نحبكم هلبا بيكم نكبر. باي.